المقولة المتداولة الآن في مصر واللي في طريقها أنها تصبح شعار المرحلة هي مقولة تجديد الخطاب الديني، أنه هنا الأزمة الحقيقية، الأزمة الحقيقية اللي بتدفع بشر إلى أنه يتحولوا إلى قنابل، إلى أنه يمارسوا القتل والعنف، والقتل والعنف بمعناه المادي وبمعناه أيضا الرمزي. يعني من يتابع بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على بعد وفاة السيدة فاتن حمامة يشوف قدر كبير جدا من العنف الرمزي بيمارس، يعني وبما يعني انه المجتمع بات مشحونا بشحنة عنف كبيرة جدا، عنف في اللغة وعنف في الفعل وعنف في عنف في الأحاسيس، حتى الأحاسيس فيها قدر من العنف. فإذا كان شعار المرحلة هو تجديد الخطاب الديني، فأنا واحد من الناس اللي شايفين أنه لابد أن نضبط هذا الثلاثي المفاهيمي الذي يتكون منه هذا العنوان تجديد. يعني إيه تجديد في الحقيقة؟ ويعني إيه خطاب؟ ويعني إيه ديني كمان في الحقيقة؟ لأنه الثلاثي ده مضطرب في الحقيقة، فهمه مضطرب اضطرابا كبيرا. أحيانا بيبدو أنه استخدام المفاهيم سطحي إلى درجة تخليك تدرك أنه النتائج المتوقعة من وراء هذا الفهم للمفاهيم لن تكون شيئا يعني حقيقيا. يعني لن 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 اذا 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 كان فهمنا للخطاب مثلا، وانا شايف انه ده المفهوم المركزي اللي لابد من التركيز عليه، انه يعني كل الناس بتستخدم هذه المفرده الخطاب. يعني تسالوا يعني ايه خطاب؟ ماذا يعني الخطاب؟ تسمع يعني احيانا ما يكاد يساوي بين الخطاب وبين الخطابه. يعني أحيانا بسمع بعض الإخوة اللي بيتكلموا عن تجديد الخطاب الديني وتسمع ما يعنونه بهذا بهذه المفردة، بهذه المفردات التي يستخدمونها، فتكتشف إنهم بيتكلموا عن إنه الخطيب اللي في المسجد بدل ما بيتكلم بأسلوب عنيف وبيتكلم بلغة معرفش مالها وبيستدعي آيات اللي معرفش القتال، يبقى يستدعي آيات معرفش السماحة ويستدعي حديث مش عارف إيه و إلى آخره، وكأنه الأمر متعلق بأساليب القول، إن إحنا نحسن أسلوبنا، إن إحنا نبقى أكثر بلاغة، إن إحنا تبقى يعني نحسن أسلوب القول. وده أظن أنه ده فهم ساذج جدا 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 لن يؤدي بنا إلى شيء. علشان كده يعني أنا شايف أنه مسألة تجديد الخطاب الديني دي مش واحد يخطب على منبر ويقول لهم أيها الناس الإسلام دين الرحمة ودين التسامح، ويجيب بقى لتجدن أشد الناس عداوة وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى ومش عارف إيه وإلى آخر الخطب العظيمة دي. ده لا بيجدد خطاب ولا بيعمل حاجة، بيثبت الأوضاع زي ما هي، ومع كل يعني ثناءنا على حسن النوايا عند بعض الشيوخ، الشيخ مختار جمعة وزير الأوقاف أو الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إلا أني بتصور أنه مهمة تجديد الخطاب في حاجة إلى فهم يبدو لي انه ليس متوفرا الان في مصر، او انه على الاقل الاخوه المتصدرين المشاهد والجهات الموكول اليها انجاز فعل التجديد ليسوا اهلا لهذا، والله اعلم وشكرا.